بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم، وعظم الله أجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين. تحية لكم وأهلا بكم إلى لقائنا هذا من برنامج يسألونك عن الإنسان والحياة، الذي يأتيكم على الهواء مباشرة، والذي يمكنكم التواصل معه على أرقام الهاتف 01-853-804-853-805-853-806، وأيضا يمكنكم إرسال أسئلتكم نصية على رقم الواتساب 76-64-99-19، ويجيب على أسئلتكم اليوم سماحة الشيخ محسن عطوي. حياكم الله. حيا لكم مولانا. الله يديمكم. يحفظكم إن شاء الله. ويرحاكم. الله يسلم. ويتقبل الأعمال إن شاء الله. عظم الله أجوركم إن شاء الله. الله يسلم. مولانا، يقول سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه في دعاء له: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤدبني بالبلاء. ما تفسير هذا النص؟ حلو. حياكم الله. حياكم. وحيا إخواني وأخواتي جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتجبين. الاستدراج هو استغراق الإنسان بحاله من حالات الدنيا أو بجميع حالات الدنيا. نعم. وبالتالي يعني ينسى في استغراقه هذا موقع الله سبحانه وتعالى في نفسه وحق الله عز وجل عليه، بحيث يقسو القلب ويصير ألصق بالدنيا وأبعد عن الآخرة. نعم. وأيضا يعني لا ينفعل ولا يتحمس من أجل طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا الاستدراج. والاستدراج يتحقق يعني بتوالي النعم والرخاء و اكتمال الحاجات، بحيث لا يعيش الإنسان معاناة في شيء من حاجاته، في طلب شيء من حاجاته. حينئذ يعني هو مهدد. طبعا ليس كل واحد منا يكون هكذا، بالضرورة سينسى الله سبحانه وتعالى، لكنه يخشى أن ينسى الله عز وجل، فيسمى هذا استدراجا، بمعنى أن الله يفاقم عليه النعم ليرى إن كان معدنه أصيلا بحيث لا ينسى الله عز وجل، أم أنه سينساه فينكشف زيف إيمانه وزيف دعواه أنه يريد الحق ويؤمن به ويسعى إليه ويكافح عنه. نعم. وإنما هو من أهل الدنيا الذين إذا اكتملت حاجاتهم ومطالبهم لا يشعرون بحضور الله في قلوبهم، ولا يشعرون بفضل الله عليه، فيكون في توالي النعم استدراج للإنسان، يعني منزلق
لأن يكون في معرض نسيان الله عز وجل والخروج عن طاعته والتنكر لفضله. نعم. في قبال ذلك يكون الابتلاء له تأثير عكسي، أن الإنسان حين يبتلى بالمرض وبالفقر وبالأمن وبالقلة البنين بالمخاوف بشتى أنواعها يكون في حالة من الشعور بالنقص والضعف، ويذكر الله سبحانه وتعالى لجهة أنه منه الحاجات وإليه ترفع المطالب، فيكون الابتلاء الواقع على الإنسان بشكل طبيعي يعني في هذه الدنيا تأديبا للإنسان، بمعنى أنه يرجعه إلى ربه بعدما يستشعر ضعفه وحاجته إليه. نعم. فكأن الاستدراج بالإحسان والابتلاء والتأديب بالابتلاء هما حالتان يعيش الإنسان بينهما، ويخشى أن يتأثر إذا توالت النعم عليه ولم يبتلى بأن ينسى ربه سبحانه وتعالى، ويخشى أنه إذا ابتلي أن لا يصبر عند البلاء ولا يتأدب بالبلاء. الإمام الحسين عليه السلام يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعل إيمانه راسخا بحيث لا يتأثر بتوالي النعم فينسى الله عز وجل، ولا يتأثر أيضا بالابتلاء، وإنما يبقى إيمانه راسخا إن ابتلي صبر وإذا أنعم عليه شكر، ويكون بينهما واضح الإيمان واعيا لتبعات إيمانه متوجها إلى الله سبحانه وتعالى حامدا له إذا أنعم عليه وشاكرا وصابرا إذا ابتلي بأمر من أمور الدنيا، علما أنك يندر أن تجد إنسانا يعيش في حالة تامة من الراحة والسعادة، كما وأنك لا تجد إنسانا يعيش دائما في حالة من البلاء، وإنما الإنسان يتقلب بينهما، وعليه أن يخشى مخاطر ما لو توالت النعم من أن ينسى ربه، وأن يخشى مخاطر ما لو كثر البلاء عليه من أن لا يسخط يتأدب على ربه، من أن لا يتأدب بالبلاء. فإذا دعوت الله أن لا يستدرجك بالإحسان وأن لا يؤدبك بالبلاء، فذلك يعني أن إيمانك أصيل لا يخشى عليه من هذا، ولا يحتاج إلى ذاك ليصير إيمانا أصيلا، هو أصيل بنفسه. تأديب البلاء سمحت الشيخ، يعني عادة الله عز وجل يعني لديه هذه السنة أم لا؟ يعني إذا أخطأ الإنسان ربما يؤدبه بالبلاء. التأديب بالبلاء هو أثر من آثار الابتلاء على النفس المؤمنة التي تزداد إيمانا بالابتلاء. نعم. وقد لا يكون كذلك، فحين يدعو الإمام الحسين ربه أن لا يؤدبه بالبلاء فيذهب باتجاهين، بالاتجاه الأول أنه إذا أدبنا بالبلاء يخشى أن لا نتأدب، والأمر الثاني أن لا يؤدبنا يعني أن يرزقنا إيمانا أصيلا لا يحتاج إلى الابتلاء ليتبلور، وإنما هو بذاته أصيل وبذاته نقي وبذاته راسخ. نعم.
وهذا ما يمكن أن يستوحى والله تعالى أعلم. طيب بخصوص الإحسان سمحت الشيخ، يعني الله عز وجل أيضا عندما يعطي الإنسان هل يعطيه لاستدراجه أم يعطيه من فضله؟ لا لا، ولكن هو الإنسان يستدرج. أحسن أحسن. يعني الله تعالى لا يفعل شيئا بقصد الإضرار بالعبد. نعم، هذا الشيء اللي نعم نعم. وإنما هذه الحالات، يعني حالات النعيم، نعم، هي تتضمن خوفا من أن يستدرج بحد ذاتها. يعني أحسنت. كما أن الابتلاء يستبطن خوفا من أن لا نتأدب، نعم، كما وأنه يستبطن إمكانية أن نتأدب. نعم نعم. شيخنا في حدا عم يسأل أنه هل صحيح أن الإمام الحسين بقي 3 أيام بلا غسل أو تكفين، ومن الذي دفنه سلام الله تعالى عليه؟ والله يعني في أمور ملتبسة يعني بالسيرة الحسينية. يعني القول أنه حدث أمر معجز على ما هو المتداول، يعني أن مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام خرج من سجنه بطريقة لم يشعر بها سجانوه، وقدم إلى كربلاء بطريقة معجزة أنها طويت له الأرض، وصادف وصوله إلى هناك وجود أشخاص من بني أسد يحاولون دفن جثامين الشهداء. أقول لأخي السائل أنه تخيل أنت أنه جيش موجود منطقة، الجيش بهذيك الأيام منو سيارات، يعني مندورها ومنمشي، حتى لو معانا سيارات لحتى ينتقل الجيش من ميدان المعركة بياخد وقت. يعني انه الإمام الحسين بقي 3 أيام، يعني شو هو ببيته؟ ما هو بساحة معركة، لحتى خليت ساحة المعركة لحتى قدر حدا يفوت بيكون رحله 3-4 أيام 5 أيام على الأقل. إذا مش جمع، لو بس بدهم يفكوا الدواب والخيام ها، وحطوا جلالات على الخيام ويلبسوا بجريهم مثلا وما بعرف شو يعملوا، بدأ القصة أكثر من 3 أيام. فما في مانع أبدا أنه تكون هذه الجثامين ضلت فترة وما تم إخلاء ميدان المعركة بهالطريقة السريعة اللي ممكن يتخيلها واحد. يعني القول انه حضر الامام زين العابدين دفنهم امر لا يمكن يعني انكاره ولا نملك اثباته، يعني عرفت كيف. ممكن ممكن تحقيق ذلك، انا باعتقادي ما له لزوم، يمكن تم الامر بطريقة عادية والناس يعني دفنوا. الكلام أنه الإمام لا يغسله ولا يكفنه ولا يدفنه إلا إمام، فيها نقاش يعني مش ثابتة ومانا أساس يعني. وبالتالي يمكن يكون حدا بناء على هذا المبدأ تصور أنه لازم يكون الإمام زين العابدين طلع من سجنه بطريقة معجزة وطويت له الأرض وجاء إلى كربلاء، لأنه ما بصير بني أسد يعني أن يدفنوا الإمام الحسن. يعني الترتيب الأثر على موضوع أن الإمام لا يليه إلا إمام، مفروض أنه يخرج الإمام زين العابدين ويجي على كربلاء حتى يقوم بها الواجب، وإلا أنه ما فيش غيره إمام. ما دام دفن الإمام الحسين بنفترض أنه الإمام زين العابدين إجا ودفن، لأنه هو الإمام بعده. صحيح. وقت اللي منقول أنه الحديث في أخذ ورد، في أخذ ورد معناته أنه نتعاطى مع الأمور مثل ما هي. صحيح صحيح. نعم. هلأ المسألة نعم تفضل. بعتقد معي اتصال
نعم تفضل شيخ ما في شيء صح. فالمهم انه ما مسألة يعني ان كانت ما في مشكلة عنا وان لم تكن كمان ما في مشكلة. صحيح. ومبدأ انه الامام لا يليه الا امام هو اول الكلام. هو اول الكلام. فاذا انكره احد لا يكون قد انكر عقيدة يعني يدور مدارها الإيمان وعدم الإيمان أو التشيع وعدم التشيع. نعم. السؤال الثاني سمحت شيخ بيقول شو يعني إن الدار الآخرة لهي الحيوان؟ حيوان يعني اشتقاق من الحياة. وليس المراد الحيوان يعني في اللغة العربية كلمة الحيوان تساوي كلمة الحياة. نعم. يعني بيبقى أنه الآخرة هي الحياة الحقيقية يعني مثلا هلأ بيبقى أنه شو ميزتها لغويا ولماذا استخدمها القرآن دون غيرها. طبعا هو استعمل كلمة الحياة بمورد عديد يعني. نعم. بس في هذا المورد بالذات ربما يكون يعني في هي أقرب مبالغة مثلا أقرب للإحساس بحيوية حياة الآخرة مما لو قال حياة هيك على المجرد يعني. وعلى كل جديرة بالمراجعة منشوف شو بيقولوا المفسرين وإن شاء الله إذا بقينا أحياء وتذكرنا بنحكي فيها بكرة. هذا عم يسألنا عن يوم العاشر أي يوم بيسائب. نحن طبعا في أعلان على الإذاعة وعلى التلفزيون الجمعة. العاشر شرعا هو الجمعة. يعني إذا بده حدا يعمل أعمال العاشر من مستحبات وصلوات وأدعية كذا يوم الجمعة وإلا هو الإحياء يوم السبت مش هيك؟ نعم قراءة المصرع يوم السبت. نعم. وأما يوم العاشر فهو يوم الجمعة وليلة الجمعة لمن أراد أن يعمل مستحبات ليلة عاشوراء ونهار عاشوراء. ولكن يعني صار معلوم عند إخواننا أنه يعني توحيدا لمراسم إحياء عاشوراء وعدم يعني تفرق المؤمنين في هذه المراسم لم يكن هناك مانعا ما دام الأمر ليس على نحو العبادة أن يتم التوافق على جعله يوم السبت انسجاما مع ما أعلنه المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى من أن يوم عاشوراء هو يوم السبت ربما انسجاما مع المرجعية في العراق مع السيد السيستاني الله يحفظه. وإن كان حتى يعني فقهاء العراق غير متفقين جميعا على أنه يوم السبت. يعني في حدا بيقول الجمعة وفي حدا بيقول السبت. إذن عموما في اختلاف بيوم العاشر. نعم. ولكن نعم. وحدوا المسيرات وحدوا يعني في الواقع. نعم الحكومة العراقية والشعب العراقي يأخذ بكلمة السيد السيستاني ولو لم يكونوا مقلدين له. والمجلس الشيعي وبمعزل عن أنهم يقلدونه أو لا يقلدونه يلتزمون بموقفه علما أنه بموضوع العيد لا يمكنهم الالتزام بموقف السيد السيستاني. شو بتفرق شيخنا؟ وقد صادف في أكثر من شهر رمضان يعني في الأعوام السابقة أن الفرق بين كثيرين من الفقهاء وبين السيد السيستاني وصل إلى يومين. والسبب في ذلك أن سيدنا الإمام السيستاني حفظه الله لا يعلن عيدا في العراق إلا إذا أمكن رؤية الهلال في العراق فقط. أما لو رؤية في سائر البلدان ولم يرى في العراق وكان الفرق يومين أو ثلاثة أيام فإن السيد السيستاني لا يعتبره عيدا. مع أنه العراق شرق سمعت شيخ بالنسبة لنا يعني بلبنان مثلا مفروض يكون بالعراق يبين قبل لبنان.
يعني مفروض هيك يعني دائما متأخر سيد سيستاني يوم أو يومين. ما هو المشكلة أنه إذا غم الشهر وكان في غيم لو ظل الغيم جمعة ما بيثبت ما بيثبت بعد جمعة لا يثبت بس ينكشف الغيم وبين الهلال بصير أول الشهر. ليه؟ هذه قناعة فقهية صحيح ولا نملك إلا أن نرفع أيدينا استسلاما وأن ندعو له بطول العمر يعني. آمين. بس إنه لو فرضنا يعني النبي كان موجودا يعني يسمحوا لي من يقلدون سيدنا الإمام السيستاني يعني لو كان النبي موجودا هل كانت الأمة تعيد خمسة أعياد أو أربعة أعياد أو ثلاثة أعياد؟ على كل هذا أمر لن ينتهي. ما في الرؤية وفي إكمال العدة. إكمال العدة مش موجود يعني. إذا إكمال العدة كان كمان غايم الدنيا إذا كنا بالقطب الشمالي أو الجنوبي مشكلة يعني. أخيرا بتشوف إنه المعيار الفلكي معيار حيوي ومهم يعني. ما بعرف على كل صارت يعني نأمل. صارت أكثر من مرة إنه يومين يعني صحيح يعني كان في فرق. نعم يومين. نعم يومين وهذا أمر يعني أربك الناس. نعم كلا فيهم يعني بعض من يقلدون يعني أحدا من المراجع يعني في خيارات يعني مثلا بموضوع الحج الإمام السيد السيستاني الله يحفظه عنده إذا ما قدرت توقف بعرفة في اليوم الشرعي للوقوف في عرفات حجك باطل أبدا. وفي يعني في حل إنه أبدا يعني بتكون دفعت لك 6-7 آلاف دولار ها وكان مئات الألوف من الحجاج الذين يقلدون مثلا السيد السيستاني ضحايا أنه ما في حل يعني شيخ فأذن لهم هول أذن لهم أن يقلدوا غيره بهاي الفتوى. طيب أذن لهم وهو الأعلم كيف هيك معناته أنه موضوع الأعلمية مانا شرط واقعي يعني إذا سمح لي وأنا قليل ما بتجرأ يعني وبيحكي بهالطريقة بس إذا أنا الأعلم وعم أقول للمكلف إنه حجك باطل طيب إذا قلت له أنا بسمح لك تقلد غيري كيف بملك إني اسمح له؟ ما بملك وهذا شرط واقعي. طيب إذا صح أن آذن له بأن يقلد غيري ممن ليس أعلم معناته أنه شرط الأعلمية ليس شرطا واقعيا. نعم معناته أنه رأي المرجع الذي أقلده على أساس أنه أعلم هو رأي يمكن التنازل عنه وكما يصح التنازل عن رأي واحد يمكن التنازل عن جميع الآراء يعني ساعتها أنا مش ملزم أني ألده بالأصل من موقع أنه أعلم. نعم وقصت والله أنه بخسر مصاري مرحبا مصاري يعني شو ما حجي باطل أو أنه أنا بسيطر على الحج وبصير أنا بفرض اليوم اللي بدي إياه شغلي ما بتنتهي. نعم عم يقول مبارح كان حكي عن ركعة الاحتياط وكانت الإجابة أنه ننوي ونكبر وأنا كنت أفعل ذلك سابقا ولكن مرة سمعت في هذا البرنامج أنه لا تجب النية ولا التكبير بل يجب المبادرة بالفاتحة إخفاة وبناء على ذلك بدأت أنا ركعة الاحتياط بهالطريقة هيدي صرت بعد ما خلص أبدأ بالفاتحة إخفاة وجيب ركعة الاحتياط فأرجو لعلني فهمت خطأ أو لا شو هو أكيد يعني لم يكن دقيقا ما فهمه
بس يعني ما في مشكلة في الصلوات التي فعل بها ذلك. أولا موضوع النية حيث إنه لا يجب التلفظ به فهو ناو، يعني صحيح. يعني ما في لحظة يقوم فيها الإنسان بعمل ولا يكون ناويا، نعم. إلا إذا كان غايب عن الوعي، أما إذا كان واعي صاحي، نعم، كل عمل يعمله هو ناو عليه. حتى لو بدك تقوم تجيب محرمي عن الطاولة، أنت لولا أنك نويت وعزمت على أن تقوم بهذا العمل ما كنت لتقوم به. صحيح. وإلا ليش قمت جبت محرمي ما جبت مثلا سيجارة من علبة الدخان؟ لأنه مش ناوي تجيب سيجارة، ناوي تجيب محرم. هذا منطق الأمور هيك بيفرق. طيب إذن أنا ناوي، ما في يقول جبت ركعة الاحتياط بدون نية، جبتها بنية قطعا. الكلام أنه جبتها بدون تكبيرة الإحرام. عند سيدنا رضوان الله تعالى عليه تكبيرة الإحرام ليست ركنا في صحة الصلاة، فكونه قد أنقصها جهلا لا يضر ذلك بصحة صلاته. إذن صلاته السابقة صحيحة، ولكن من هون ورايح لابد من النية، والنية حاصلة على كل حال. ولا يقصد بالنية التلفظ، بل مشكل إذا تلفظ بالنية صحيح، لأنه قد يكون بالصلاة عملية، قد يعتبر كلاما في الصلاة، ومش قد يعني حتما يعني لازم مجرد قيامه إلى ركعة الاحتياط هو نية، النية هو نية، بس تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام بده يكبر، نعم نعم. متى يجب إعادة التشهد إذا نسيته، وكيف يتم ذلك، بعد الانتهاء من الصلاة أم لا؟ هلا أكيد يعني إذا ذكر هو بعده بالصلاة أنه ما جاب التشهد ولزمه قضاؤه، بده بعد ما يخلص الصلاة يقضي التشهد. الكلام أنه أيمتى ما بيعود فيه يجيب التشهد أنا وبالصلاة، نعم. حكينا يمكن مبارح وإن كان ما ركزنا على هالموضوع، أنه في حالة مثلا التشهد الأوسط قام الإنسان وتذكر وهو قائم أنه نسي التشهد، يعني تأكد أنه ما جاب التشهد. هلأ يدور أمره بين أن يكون قد ركع، يعني عمل ذكر التسبيحات وركع وتذكر هو ركع، نعم، بهالحالة هاي بيستمر بصلاته ويقضي التشهد بعد الانتهاء من الصلاة. وبين أنه تذكر أنه ما جاب التشهد قبل ما يركع. هلأ قبل ما يركع شنو وقف وبده يقول التسبيحات، أو بلش بالتسبيحات، أو خلص التسبيحات وإجا ليركع وانتبه، المهم أنه كان بعده لم يركع. بهالحالة هاي يهدم القيام، يعني بينزل على الأرض بهيئة الجالس للتشهد، ويأتي بالتشهد ويقوم، ويكون قد أتى بما هو ناقص، ويتم صلاته ويأتي بسجدتي السهو لأنه زاد القيام. وأما إذا ذكر بعد ما ركع، أو بعد ما كان ركع وطلع من الركوع ونزل على السجود، المهم أنه بعد ما يكون قد أتى بالركوع ما بيعود يقدر يستدرك، بيكمل صلاته. وبعد التسليم من صلاته التي هو فيها لا يتلفت، ويبقى متجها إلى القبلة على هيئة جلسته في التشهد، وينوي ويقول أقضي التشهد واجبا قربة الله تعالى، ولا يكبر تكبيرة الإحرام، نعم، وإنما يبدأ بقول التشهد من جديد دون التسليم، يعني لأنه التشهد لحاله
أحيانا الناس بفكروا أنه مع التسليم هو هذا كله تشهد. لا، ما نقوله في آخر الصلاة قسمين: تشهد وهو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، هو هذا التشهد. نعم. فنقضيه هكذا، وإذا أنهينا قولنا اللهم صل على محمد وآل محمد نكون قد خرجنا من الصلاة. فنتلفت حينئذ، ولنا أو علينا أن نأتي بسجدتي السهو لكون أنقصنا التشهد وقضينا. وموضوع النية شيخنا مثل ما قلنا أنه ما دمنا بعدنا، يعني نعتبر حالنا بعدنا بالصلاة، ما في لفظ نية التشهد، يعني بالتشهد يعني بقلبنا هذا الشيء عم يصير. أحسنتم، كمان مننبه على هذا، مظبوط. أنه ما لازم نقول أقضي التشهد واجبة، لأنه نعم، بعدنا ضمن الصلاة. عم يقول انه في امر بده يصير معي، انه بعد شهرين بده يصير في زفاف، وفي مطعم يقدم المشروب، بس طاولة اهل العريس وطاولة اهل العروس حتكون خالية من المشروب تماما، فهل يجوز لي الحضور ام لا؟ هلأ كمدعو يعني للتهنئة ما في مشكلة أنه يروح، هو الظاهر من أهل العريس أو أهل العروس. عم تقول أنه هناك سيقيم أخ زوجي، يعني هي من أهل العرس. من أهل العرس. نعم. يا العروس يا العريس. نعم. نعم، خي زوجها يعني لابد ما يكون. فليختر، لا مانع أن أنه يكونوا، ما في مشكلة، لا. بس المهم ما يقعدوش على طاولة فيها خمر، يعني ما في طاولة، يعني الطاولة بس اللي قاعدين عليها ما في خمر، هن أهل العريس وأهل العروس ما في خمر، والباقي فيه خمر، يعني على الطاولات التانية بس هاي الطاولتين ما فيهم عليه، ما في عليهم خمر. يعني هالمؤمنين قلال لهالدرجة يعني؟ هيك الظاهر. والله شيء صعب. هلأ إذا في حرج يعني من انه هلا لك في مجال انه يضلوا يدولشوا على اللي قاعدين، يستقبلوا وودعوا ولفوا لنكدوشي او يحطوا بصحن وياكلوا على الماشي. نعم. اذا امكن ما امكن يجوز لهم الجلوس بداعي الحرج. نعم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل عافية. الله يعافيك. حاج ياسين، نحن ما عم نقدر اليوم نسمع إذاعة البشائر بشويفات، حاولت على تليفوني على الراديو ما كانت تجي عم تعطي بس خشي. والله ما بعرف ليه، مع أنه كل يوم كل يوم كل يوم بحضرها بدورها كل يوم. يعني ما بطفيها بالمرة إلا بالليل. طب بس سؤال الحاج ياسين لو سمحت، لما نحن مولانا يعطيك ألف عافية، الله معك طال عمرك، لما نكون عم نعمل زيارة لسيدنا الإمام الحسين عليه السلام عظم الله، بنقول السلام عليك وعلى ولديك على العليين الشهيدين، العليين الشهيدين، والعلي عبد الله الرضيع وعلي الأكبر. لكن عبد الله يعني مثل ما بنقول القمرين للشمس والقمر، أو العروسين للعروس والعريس. نعم بسموه تغليب. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. ألو، تفضلوا. عليكم السلام. بس لو سمحت مولانا بدي أسألك، أنا كنت عم صلي قلت للركعة الثالثة سهات، يعني بدي أقول سبحان الله والحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، رجعت قلت سبحان الله. ما بيأثر، ما بيعيد لا مش مطلوب منك شيء، بيمشي الحال إن شاء الله. وكان فيك تستمر بقراءة الفاتحة لما بتنتبه للموضوع بدون ما تقول التسبيحات الثلاثة، وبيمشي الحال، لأنه مخير المكلف بثالث ركعة ورابع ركعة أنه يا يقول ذكر التسبيحات أو يقول الفاتحة إخفاة بدون صورة. أهلا وسهلا فيك. نرجع منأكد عليها إذا سمحت الشيخ، أنه إذا أمكن يتشاغلوا
لا عفوا بالنسبة للفاتحة بدل السبحانيات. نعم نعم، يعني معلوم ويبدو باتفاق الفقهاء جميعا أنه يتخير المكلف في الثالثة والرابعة في قيام الركعة الثالثة والركعة الرابعة بين أن يقول ذكر التسبيحات الأربعة اللي هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وبين أن لا يقول هذه التسبيحات وإنما يقرأ الفاتحة إخفاتا بدون سور. يعني بيقدر يقول سبحان الله والحمد لله وبيقدر يقرأ الفاتحة اختيارا بدون. فإذا واحد مثلا ما كان ناوي يقرأ الفاتحة ومن عادته أنه يقول ذكر التسبيحات وشاف حاله عم يقرأ الفاتحة، ما ضروري يقطع حتى لو جابها سهوا وملأ حاله أنه عم يقرأ الفاتحة وصار حيخلص يعني كمان بكفيها وتكفي. ما لا يبطلها أنه إجت إيه بدون نية يعني. صحيح. طيب هل يبطل الوضوء؟ موضوع العرس بس لأنه محل ابتلاء. حكيناهن هيك جعلكين يعني. فإذا أمكنهم أن يتشاغلوا يعني هن أو غيرهم أي واحد أنه يحوصوا بين المعازيم مثلا يعني أو أنه يعتذروا والله مش أو يستقبلوا يعني على الباب أو كذا، أفضل من أنه يقعدوا على الطاولة. افترض أنت مثلا مش من أهل العرس حتى لأنه ما فيك تبرم على الهضاك. عرفت كيف؟ بس فيك تعتذر أنه أنا والله ما جاي عبالي أكل، بتاخد لك كباية عصير وبتوقف على شباك على حد شجرة بعنوان عم تتصور بعنوان عم تتحدث أنت حدا. يعني يجد الإنسان مجالا لأن يتهرب من الجلوس على طاولة عليها خمر. نعم كمان بياخد اتصال، تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا حجي. كيفك مولانا؟ طال عمرك الله يخليك، أهلا وسهلا، تفضلي. اسمع زي احكي مع مولانا. معاكي تفضلي تفضلي اسمعينا، احكي معنا على التليفون بس مش على التلفزيون. بدي اسأله انا ما فيجي صلي انا واقفة، صلي انا وقاعدة، ايش بدي اعمل؟ ماشي يعني مدام يعني ما بتستطيعي انك تصلي من جلو من بشكل طبيعي ومفروض عليك انك تضلك قاعدة على الكرسي كل الوقت، بيمشي الحال وبتومي يعني براسك للركوع، ولما بدك تسجدي بتسجدي على الطاولة. هيدي اذا كان ما فيك تقومي ابدا يعني انتو على الكرسي، اما اذا فيك تقومي انتو قاعدة على الكرسي لتقري الفاتحة والصورة وتركعي وبس بدك تسجد بتقعدي على الطاولة، واجب تعملي هيك بكل ركعة. ساعتها يعني بتقولي شيء انتو واقفة وبتعملي شيء انتو قاعدة بس لما بدك تسجدي. فانت بتشوفي وضعك، واذا كان بدك يعني تفصيل اكثر لحتى ناخذ ونعطي معك بركي بتتصلي على مكتبنا ان شاء الله بيردوا عليك اخواننا المشايخ وبتحكي انت وياهم بالتفصيل، بيكون اريح من موضوع الاذاعه. بدي كمان اطلع على البنت كمان كذلك الامر البنت. ما فهمت أنا شو عم تقول. نعم أختي مش واضح كلامك كان. ألو. ألو. شو كنت عم تقولي آخر الشيء ما سمعتك مني. لك أنا عم شوف أنه نايمة. أنه غفاني. عم شوف عيون. ما إلى أهمية اختي هاي،
ما في مشكلة يعني، ما تهتمي بهالشيء اللي عم تشوفيه، هذا بيكون نوع من روبصة يعني، كابوس بنسميه. نعم. ما إلوش أهمية. إيه اذكري الله وارجعي نامي، ما في مشكلة. أهلا وسهلا فيك، بياخد اتصال تاني، تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية. الله يعافيك إن شاء الله. عظم الله أجورك. عظم الله أجورك إن شاء الله. بس شيخ حسين كمان أنا عندي نفس الملاحظة، أنا افتكرت من الراديو من عندي بصراحة. والله الحقيقة كتير عم حتى يبعثوا لي رسائل على الواتساب إنه مش عم يسمعوا الإذاعة وفي خشي كتير. من عندي فلما لا في عندنا ظاهر مشكلة نحن. بتمنى من إخواننا الصيانة يعطونا علم يعني شو عم يصير لحتى. إن شاء الله خير. مولانا بدي أسألك سؤال، يعطيك العافية. الله يعافيك يا أهلا وسهلا. امبارح أنا وعم صلي المغرب بالركعة الثالثة ما تأكدت إذا أنا جبت التشهد بالركعة الثانية. احترت شك يعني. ما تأكدت أبدا يعني. المهم شك، ما ضروري تتأكدي، لأنه ما دام وقفتي وكنت عم تقول الذكر. أنا كنت عم يعني عم بالتشهد الأخير. وصفنت هيك إنه أنا تشهدت بالثاني أو لا. كنت بعدك قاعدة وبدك تسلمي. أيه. وشكيت. نعم. انك تشهدتي. نعم. ولا لا. نعم. بحالي انا شو كان لازم اعمل؟ بترجعي بتقول التشهد، ما في مشكلة. لو قلتي اكتر من مرة ما في مشكلة. هلا يعني بترجع بتقعد انا كنت قاعدة بعدك قاعدة يعني. ايه. التشهد الاخير. التشهد الاخير. لانه مغرب ولانه ركن واجب فكرمال هيك عدت انه عدت الصلاة كلها. لا ما كان بضر لو انه شكيت انك قلت التشهد او لا ورجعت قلتي، ما في مشكلة. يعني بقولوا كنت مرتين يعني. لو قلنا مرتين وثلاثة، ما هو التكرار التشهد لحتى نعيش معاني اكتر اساسا، ما في مشكلة. او طب واني ارجع عيد مثلا مرات الصلاة لما اتحير شو بدي اعمل؟ لا ما بيأثر. لا يعني افترضي مثلا واحد عم يقرأ الفاتحة وشاف حاله كان شارد بأولها وحب انه يرجع يقراها من الاول ويتمعن فيها، شو المشكله لو وقف وعاد رجع من اول وجديد؟ لانه انا بسمع انه الزيادات تبطل الصلاه. اعاده مولانا. كيف انه الزياده بتبطل الصلاه يعني؟ لا الزياده تعتبر زياده. لا هذه ليست زياده. لا هي تكرار للشيء. نعم طيب مأزورين يعني. بس بدي اسالك لو سمحتي حضرتك باي منطقه مش عم تسمع الاذاعه؟ بعرمون. هلا بعرمون. نعم شكرا لك. شكرا. عم تقول شيخنا انه زياره عاشوراء شو لها تاثير على الشخص، لأنه هي مواظبة على زيارة عاشوراء بشكل يومي وبصير عندها شوية تعصيب وتوتر أحيانا. فقالوا لها أنه هيدا من نتائج زيارة عاشوراء، لأنه مش لازم تقريها كل يوم، لو كل شهر مرة بيمشي الحال. فهل صحيح أنه إلى تأثير هيك؟ لا يعني التعصيب يعني التوتر ما له علاقة بقراءة أي شيء يعني، سوى أنه ممكن تكون عم تقراها بزحمة التزاماتها وأشغالها، وبالتالي عم تتوتر كرمال أنه لازم حالة بشيء يعني عم بيكون مربك لإلها، فبيتوتر الواحد. وأما نفس هو التوتر مش عم يصير أثناء الزيارة. أنه بالحياة العامة هي أنه عندها تعصيب. أنه أرجع هذا التعصيب لزيارة عاشوراء، أنه كل يوم زيارة عاشوراء بيعمل مشكلة. لا أكيد لا. أكيد لا. نعم. يعني ما في هيك شيء. لا صحيح. مع أنه هي مفروض أنه تعطي الريحة ذكر الإمام صحيح. صحيح. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بدي أسألك على البيت. أنا كنت مستأذن مثلا ألف أول ما عدنا هون. نعم. صار يزيدوا علي صرت أسمع آخر شيء مليون ونص. نعم. شهر المدى دفعوني 4.5 مليون. أيوة. زوجي متوفى عطاك عمره الله يرحمه. نعم. 10 محمدات وما في حدا يصرف علي وما في حدا يقدم لي. نعم يعني عم نقطع مع بوزنا لحتى نعطيه من أجر الشهر. صحيح. وشو بدي أعمل أنا هلأ؟
والله يعني الله يوسع عليك إن شاء الله، يعني نتمنى على اللي هن مأجرينك إنهم يلطفوا بحالتك، بس ما فينا نمون عليهم، يمكن يكونوا هن كمان بحاجة لشهرية هالبيت هذا لحتى يعيشوا منه، وشايف هالوضع كله العالم ملبك بحالة وما عم تقدر يعني تعيش حياتها بشكل طبيعي. لا يا شيخ ما لا أني نه. نعم على كل يعني حاولي شوفي إذا في حدا بيمون عليهم برك بيحكي معاهم وبيتلطفوا بحالتك، وإذا كان لا ما مشكلة، يعني صاحب البيت هو حر بملكه ما فينا نجبره بشي يعني، بس إذا في بينك وبينه عقد يعني لفترة معينة ومحدد فيها الأجرة ما بيقدروا يزيدوا عليك. لا لا بيعطوني الكهرب ما بيعطوني وليش اسمه ومي ما فيش وقعدين مش منيحة. نعم نعم على الله على الله، الله يوسع عليك إن شاء الله. آمين آمين. أهلا وسهلا فيك. طال عمرك. مولانا بيقول الأب مصاب بزهايمر لا يستطيع تذكر شيء، وأجمعت العائلة على توكيل إحدى البنات على إعانته وإدارة شؤونه. حلو. مع العلم أن الأب لديه أموال تقوم البنت بالصرف عليه منها. سؤال، هل يجب الحصول على وصاية شرعية للبنت من الحاكم الشرعي أم ما هو موجود حاليا يكفي شرعا؟ هو في الواقع يعني يفضل أنه يكون في ولاية، بل قد يكون واجبا. صح، بس بدها إذن شرعي؟ إيه بدها، يعني بدها تكون تولي من المحكمة الشرعية. نعم صحيح. صحيح، أو أي حاكم شرعي يعني. يعني ما بيصير المجلس العائلي هو يقرر إنه البنت فلانة هي وصية على بيها تأخذ من ماله وتصرف عليه. لا مش كافي هذا. مش كافي. مش كافي. يعني هذا بي بي بيخلي قرار العائلة واحد وما بيسبب نزاع. صح. طيب. بس شرعاً. تبعات. بس شرعاً لحتى يقدر أي واحد مننا يتصرف بمال غيره بده يكون في له ولاية شرعية عليه. ولو كان هو نعم حيث لا يمكن الوصول للحاكم الشرعي يتولى ذلك عدول المؤمنين، وأي واحد بيتصدى ويصرف من أمواله بالحسنى ضروري المحكمة الشرعية شيخنا، ولا ممكن مثلا لا ممكن جهة شرعية؟ نعم نعم ممكن تتواصل مع مكتبنا وبما عندنا من صلاحية ممكن أن نرتب الموضوع، وخاصة سيدنا السيد علي يعني عظيم، أو أي عالم دين مجتهد يعني بمحيط بيمشي الحال. يعني مكتب سيدنا السيد السيستاني، مكتب سيدنا السيد القائد، أي فقيه مجتهد بمنطقة بيمشي الحال. نعم. في سؤال كتير مهم شيخنا، وفي بعض أسئلة كتير يعني، بس نعم. السؤال هذا بيقول أنا مبتلى بسبب ذنب اقترفته بقسوة القلب وموت القلب، وهذا يسلب مني الدموع في محرم، أستغفر الله كثيرا لكن لا أشعر بالتحسن القلبي، شو الحال؟ والله يعني هذا أمر لا يفرض على النفس فرض، وإنما يأتي مع الأيام. هلأ الاستغفار لازم يزيل آثار الذنب. نعم. ومع الاستغفار يعني كثير من الناس لا ذنوب لهم لكن قلوبهم قاسية، يعني في شيء له علاقة بحسن الخلق. نعم. أحيانا بيكون الإنسان عصبي، بيكون كذا شيء له علاقة مثل ما قلنا يعني توافر النعم، وإنه الإنسان غير مبتلى بصير عنده قساوة قلب. في شيء مثلا له علاقة بالمداومة على الدعاء وعلى قراءة القرآن وعلى زيارة القبور. نعم. هذه الأمور الثلاثة تساعد الإنسان على أن يرق قلبه، وأيضا على كثرة الاستماع إلى مصائب أهل البيت عليهم السلام، وخصوصا إذا قرأها هو، لأنه أحيانا
الدمعة بتغيب عن عيوننا، لأنه مثلا منكون متأملين أنه صوت القارئ يساعدنا وإذا بلا ما يبكينا بننقهر مثلا يعني بيعطي ردة فعل عكسية، أو أنه يقول القارئ شيئا لا نوافق عليه فنتوتر، بصير عنا رد فعل أن ننفعل لا ننفعل وهكذا. نعم، شكرا جزيلا صباح الشيخ، حياكم الله بنهاية لقاءنا اليوم. شكرا لكم أعزائنا، عظم الله أجوركم، نلقاكم غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.